تعلقت نفسي بيه، شخصيتي متعلق بيه. علمني حاجة اسمها الأصول في زمن قلت فيه الأصول، وارتبطت بيه. وأعتقد أن جزء من مشاكل كنايسنا أن ما فيش شخص زي كده موجود، ما فيش شخص زي كده. صدقوني اشغلنا ان ما فيش راجل اتمنى تتعرفوا عليه يا رب يخليكم. قولوا انا شخصيا اعمل له زوكسولوجيه، وكل سنة كده بضيف عليها أبيات، ولازم يعني كل سنة لي احتفال بهذا العديد. وعمل العديد أربع أشخاص، أتمنى اسمه وأسماء الأربعة. القصة ببساطة كده يعني ممكن نقرأ آية واحدة بس تخلوكوا حافظينها. قولوا معايا: وكان هناك. يا رب يخليكوا يا رب. قولوا معايا: اسمه عديد. الرجل ده مهم، الرجل ده مهم، عديد النبي. ملوك أخبار الأيام الثاني 18 عدد 9. بسبب غياب الاسم، غياب مشاكل كتيرة بتحصل في الحياة الروحية. ايه حكاية عديد عشان الوقت كده بسرعة؟ حكاية عديد اولا هو نبي جه في اصعب الاوقات، ايام ملك شاب صغير من اوحش الملوك اللي اتوا على المملكة الجنوبية اسمه احاز. لا يحب الله، لا يريد أي ارتباط ولا أي علاقة بالله. شاب رفض الحياة الروحية تماما تماما، نقل المذبح من مكانه وعمل مذبح زي مذبح أرام، مذبح أعلى مكان في الملك، تحت منه قوات الجيش، تحت منه أولاد الملك الأمراء، والذبيحة تحت. فيبص كده للذبيحة لتحت. نبي ملك دخل التكنولوجيا، أزمة زي اللي احنا بنعيشها، تكنولوجيا دخلها بيت ربنا، بس استبدل حياة الروحية بحياة مرجع، استبدل الحياة بالتكنولوجيا، التأثير، بدل التأثير الروحي تأثير التكنولوجيا. عمل حاجة اسمها الساعة فوق الهيكل. الساعة دي عبارة عن 6 درجات شرق 6 درجات غرب. أول ما الشمس تطلع كل ما تيجي الظل على الدرجة الغربية ساعة، وفي النص في نص النهار، وأول ما تيجي الظلال على الدرجات الشرقية بساعة. وبعد كده عبدوا الشمس. على فكرة ابن حزقية قيس كنيسة بتحتفل بحزقية، عمل الساعة بس عملها بره بيت ربنا. فيش مانع ان انا استخدم التكنولوجيا، بس ما يبقاش تأثير الحياة الروحية كله عبارة عن تكنولوجيا واستغنى عن الحياة الروحية. كان انسان شرير على فكرة. ايام حاز في نبع اسمه، عرفت الوزة العذراء تحبل؟ ده كان الحدث اللي هكلمكم عنه النهاردة بتاع عديد النبي. كان ايه بقى؟ حاز ده شرير، فربنا سلمه لكل واحد يلطش فيه شويه. جي ملك مواب حصره وغلبه وخد منه شويه اسره، وجي ملك عمون حصره وخد منه شويه اسره، وجي ملك ارام عمل كده، وجي ملك ادوم عمل كده. عارف لما ربنا يغضب على واحد فيسلمه لكل واحد يلطشه؟ لغايه ما جه مين؟ ملك اسرائيل كان اسمه فقح بن رماليا، حصر اورشليم. هتلاقوا الاحداث دي موجوده في اخبار ايام الثاني 28، يا ريت تجروها. حصروا وفي يوم واحد، في يوم واحد، انتوا عارفين الامم المتحده اجتمعت عشان غزه، لما بعد شهر مات 10,000، كان اول اجتماع الامم المتحده مش كده؟ يوم واحد بس جالوا 120,000 بني ادم، يوم واحد، ومنهم ابن الملك ومنهم نائب الملك.
ومنهم كاهن كبير. بس ما فيش وقت اقول لكم الاسماء عشان عايز الاسماء التانيه اللي عايز تتكلموا بيها. خدوا اسرى كام؟ الاسرى اللي خدتهم اسمها ايه؟ حماس من اسرائيل 200,000 امراه وطفل وطفله. طب معامله الاسرى زمان ازاي؟ عريانين تماما ومربوطين بسلاسل وجروم حفاه. منظر صعب ولا سهل؟ صعب. طيب وهم جايين كده على الزيتون منتصر. هم حاصروا اسرائيل، مملكه اسرائيل المملكه الشماليه، حصرت المملكه الجنوبيه، حصرت اورشليم، وضربت منهم 120,000 يوم، وخدت منهم 200,000 ايه؟ ها؟ اسير واسير، ورايحين وجايين بقى على الزيتون منتصرين. وصلوا لغايه فين؟ وصلوا لغايه عين جامس. راح طلع لهم النبي اللي اسمه ايه؟ وصدقوني جزء كبير من مشاكل كنايسنا ان ما عندناش النبي اللي اسمه عديد. وكان هناك نبي للرب اسمه ايه؟ راح طلع ما قال لهمش هكذا قال الرب، لان ما لكن فيهم شمال. قال لهم بص بص، هوذا من اجل اسم يهوذا قد دفع الرب يهوذا ليد مين؟ اسرائيل. يعني رسمي بكلام الله بنبوة عديد، مين اللي خلى يهوذا يغلب اسرائيل؟ مين اللي دفع يده؟ ربنا. ده كلام واضح جدا مش كده؟ عارف لما تيجي كده واحد ظلمك في الخدمة، واحدة ظلمتك من جيرانك، وتقول اسكت، اتهمتني بالحاجات اللي هي بتعملها، هي وحشة وعينها كده واتهمتني انا وشهر بي، هو ظلمني وأذاني، بس اسكت. ربك يمهل، ربنا وريني فيها اليوم، ما ربك ربنا عادل. وتبص كده تلاقي غلك اسم الصليب ايه؟ انا التوى كده وحته الرغبه الانتقام، وفعلا نصرك عليها مين؟ على فكره ده بحسب نص النبوه، قال لهم كده هوذا من اجل اسم يهوذا دفع الرب يهوذا ليد مين؟ اسرائيل. انت ربنا وقف معاك فعلا ونصرك فعلا وكشف كل خطاياك قدام ابونا قدام سيدنا قدام الخدام. ربنا فتح الست اللي ظلمتك في الشغل قدام كل الناس وجازوها وطردوها، بس انت ابتديت كده تفرح وتتشفى وغليلك بصراحه لانك مأذي، لانك مأذيه من جوه. اديله يا عدرا هصوم لك 3 ايام بس بيني لي فيها يا عدرا. يا مرجيري ظبطك وبطنه. عارفه العدرا لو جابك مرجيري لو جالك هيعلموك انتقام. انت فاهم العدرا غلط، انت فاهم مرجيري غلط. بس مرات تطلع الحته دي فينا من كتر الظلم ومن كتر القسيه ومن كتر التعب، ومرات نشوه الانتصار بحس لما نحس ان ربنا معانا تطلع الذات بقى معاها ويضيع درس الاطباع مننا. في واحد صحيح اسمه النبي عديد راح طلع لهم قال هوذا من اجل اسم يهوذا دفعهم الرب ليد اسرائيل، وانتم قتلتموهم بغضب بلغ السماء. يعني انتم بصراحه زودتوها شويه. وعلى فكره الحكايه دي حكايه كبيره، حتى الاشرار لما عمل السبت ربنا رحم في سفر صهيون ليه؟ قال لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر. بس ده الشيطان لما يستلم واحد من ولاد ربنا عايز يخبط فيه يخبط فيه، لكن ولاد ربنا يعملوا كده دي صعبه شويه. فقال هوذا حاضر حاضر جايلك جايلك في السكه اصبر علي. طيب بعد كده ابتدى يقول لهم ايه؟ يعني انا عايز اسالك سؤال. تمام ربنا هو اللي غلبك عليها، تمام، وربنا هو اللي رجع لك حقك، تمام، وربنا هو اللي نصرك وكشف، تمام. ايه موقف حضرتك بقى؟ كل ما تقعد كده وسط قاعده ربنا نصرني على فلان، وتجيب بقى سيره خطايا فلان ودينه، اصل ربنا بصراحه كشف جوزي. عارفه مامته؟
اصل ربنا زل مش عارف مين قدام شريكه وعماله تحكي الحكايه، ما عندكش خبره روحيه غير دي، عماله تحكيها في كل مكان. فجيه قال هو فعلا من اجل خطاياهم ربنا دفعهم، وراح سالهم السؤال بقى، السؤال اللي هو الصدام، بس صدامي مع الضمير مش مع الانسان. وانتم اليس لكم خطايا للرب؟ يعني هم فعلا يستاهلوا ان ربنا لطش فيهم مع عمون ومع مواب ومع ارام ومع ادوم، لكن انتوا دول انتوا ما عندكوش خطايا للرب، انتوا اسم الصليب خلاص يعني. طيب لما ربنا يكشف خطاياك ويبتدي عقابك، تحب تتذل زي ما انت بتذل، ولا ربنا شطار بقى ده احنا جبت تعالى، هو انا اكون احن من ربنا عليه؟ اذا كان ربنا ذله انا اللي هحن عليه؟ اسم الصليب على مبرراتنا. مش عايز اقول لكم بنوجد اللي احنا عايزينه، مش مبرر، مبررات. سؤال، هو لما ربنا طلع عشان افنيهم ويا موسى اطلع من وسطيهم، موسى وقف وقال له ايه؟ تمحني من كتابك. سؤال، هو موسى احن من الله على شعبه؟ ده هو ربنا اظهر غضبه وخد مكان القاضي موسى. اوعى تفتكر ان موسى احن من الله برضو. المبرر ده مبرر خاطئ. لما ربنا يعاقب حد، كن انت وسيلة رحمة الله. الله عنده العدل والرحمة، خليك انت اللي بتطلب لاجله زي ما موسى عمل. واوعى تستخدم المبرر هو احن من ربنا عليه انا لازم كمان. لا، أليس لكم. وراح جال بقى التعبير اللي نفسي تحفظه، الآية الوحيدة الحلوة كده اللي يعني نفسي تحفظوها كقانون روحي. قولوا معايا، قولوا لا مغزأ، قولوا، تقولوا معايا ها. والآن اسمعوا لقولي وردوا اللي سبيتموه من إخوتكم. أرد السبي؟ يعني رد السبي؟ انتوا عارفين كده لما ربنا كده يديك وتروحي تسكن في فيلا في الرحاب، ولا مش عارف في التجمع، بيجيبوا حد كده خدامة عندها من لغة بتاعها، عندهم اوضة كده يسموها الميد روم. الميد روم يعني اوضة العبدة، كلمة الميد روم يعني اوضة العبدة، لغاية النهاردة اسمها الميد روم. يفتخروا عارفين العبد المسيح اتباع بثمن عبد 30 من فضة، يعني 200 الف في 30 من فضة دي ايه؟ دي ثروة. ردوا السبي، طبعا هيردوا السبي والغنايم، فردوا السبي. ايه يا عم عديد، انت قاعد في بتصلي كده، روح صلي في حتة تاني. نرد ايه؟ على مش انت اللي بتقول ربنا دفعهم ليدنا؟ ونخسر ازاي؟ قال لهم اسمعوا كلامي، المكسب ده خسارة، الكرامة اللي تاخديها على حساب كشف أختك دي خسارة، المكسب اللي تاخده على حساب خسارة أخوك حتى الوحش خسارة، المكانة اللي تاخدت على حساب إذلال إنسان خسارة، بقى مكسب. اسمعوا كلامي ردوا السبي. وافقوا ولا ما وافقوش؟ رد علي، وافقوا ولا ما وافقوش؟ سمحهم رسالة الله لكن ما وافقوش. هنا بقى عديد رجع وتحركوا من ايه؟ ها؟ من عين شق. وصلوا ايه؟ المطر. لا لسه، هم اربع رجال ورب مطان. يا رب قدام مسبحك يا سيد، ما تحرم كنيسة ولا اجتماع خدام ولا اجتماع الخدمة في الزيتون ولا اي كنيسة ولا اجتماع من وجود الأرخنة الأربعة دول.
مين الأراخنة دول؟ أربع رجال كبار في البلد، كبار في كنيسة الزيتون، من الأراخنة الكبار. أنا بحب بقى الأسماء دي وحفظهم وبطلب شفاعتهم، وعلى فكرة مجرب شفاعتهم وشفاعتهم جامدة وقوية، وأتمنى أنكم تجربوها. مين الأربعة دول؟ مطلعينهم؟ مطلعينهم عدد 12. ثم قام رجال، أنا نفسي تحفظوا الأسماء؟ تحبوا؟ طب قولوا معايا، ها قولوا معايا. أول واحد اسمه إيه؟ ها يلا، عزاريا ابن يهو حنان. اهو اسمك ايه؟ اسمك انت ايه؟ مين؟ يارد. ده اسمك الاساسي؟ فيش يارد خالص، ده عزاريا. كلمة عزاريا يعني رب عزي او قوتي، وياه حنان الله حنان، يعني بيقول ايه؟ القوة اللي فيا من محبة الله، من المحبة مش من العافية. ها ده عزاريا ابن ايه؟ ياه حنان. وده ده اسمه ايه؟ نمرة اتنين. ده نمرة اتنين اسمه ايه؟ ها احفظوا اسمه، ده براخيا. ده اسمه ايه؟ على فكرة كلمة براخيا بركة. براخيا ابن مين؟ مشلموت يعني جزاء، مكافأة. اسم كل كل البركات اللي عندي مكافآت من عند الله. يبقى ده اسمه ايه؟ ها عزار ابن وحنين. وده مين؟ براخيا ابن مشلموت. وده مين ده؟ احزقية. ده يحزقية ابن شلوم. يحزقية يعني معناها برضو الرب قوتي، وشلوم يعني جزاء، غير شالوم. شالوم سلام، شلوم يعني جزاء. بيقول ربنا لما بيجازيني ويأدبني، أيوة بيعمل ايه؟ بيجويني. تأديب الله مش للذل لكن للقوة. يبقى ده اسمه مين؟ عزار يا ابن ايه؟ يا حنان. وبرخ يا ابن ايه؟ مشلموت. ومين؟ ويحزقية ابن ايه؟ ابن شلوم. والراجل الأخير ده اسمه عميسة. ده اسمك ايه؟ عماس. عماس ابن مين؟ ابن حدولاي. يعني عماس يعني الله يحمل، حدولاي الى الابد، يعني الله يحملني الى ايه؟ اربع اسامي، اربع معاني كان نفسي اخده لكم الشرطه، اللي هم ايه؟ عزاريا وبراخيا وحزقيا وايه؟ رحت له بقى وصلوا لغايه فين؟ ها يا غايه المطريه. جبلوا الناس وهم جايين. ايه ده؟ مبروك. مش تجيلة يا اختي، انت اول مرة تحفظيها. ارامي. طيب ايه؟ بصوا معي، زي نور معناه نور، زي عادل من العدل، زي حنان من الحنان، زي وفاء من الوفاء، الاسامي كانت تسمى كده. طيب المهم خلونا في الموضوع. راح طلعوا واستقبلوهم عند المطر. قال ايه ده؟ مبروك، الحمد لله على السلامة، ونشيد النصر، مبروك نصر، مبارك فيه. قال ربنا نصركم. قال انا نصرنا؟ ده ربنا دفع عهدنا ليدنا. قال وايه الخير ده كله ده؟ قال له 200 الف اسير، جايبين 200 الف جارية، امرأة عارية وطفل عارية وطفل عارية، والغنم والمواشي دي، برافو عليكم. قال ده غنيمتنا من اعدائنا، ربنا نصرنا عليهم. قال اعدائكم دول مين بقى؟ ارام. قال له لا. قال له طب عمون؟ قال له لا. قال له مواب؟ قال له لا. قال له ادوم؟ قال له لا. كنعين؟ قال له مين؟ قال عدونا، ده خطوهم وحشه، ربنا دفعهم ليدنا. قال برافو عليكم، مين اعدائكم دول؟ قال له يهوذا. قال له مين؟ يهوذا. قال له احنا مملكة مين؟ قال له احنا اسرائيل. ويهوذا ده ابن مين؟ انتوا عايزين السبي ده يدخل؟ انتوا عارفين العريانة دي مرات اخويا، مرات اخويا جايبينها لعريانة وتجارية. فين النصر ده؟ فين الكرامة؟ اخد ابن اخويا وبنت اخويا حرايا عبيد عندي؟ راح طلع لهم مين؟ عزاريا ابن وحنان. السبي ده يدخل علينا بالخراب، ده ما يدخلش عندنا. ايه يا عم عزاريا؟ لا لا، ده ما يدخلش، ده ربنا اللي... على فكره النبي عديد جبلنا. قال له كل النبي عديد؟ قال هو ذا من اجل اسم يهوذا دفعهما. قال ما احنا جبلنا عديد النبي على فكره جبلنا. ما قال لكوش حاجه تاني؟ عم براخيا كلم انت عم عزاريا، ما انتوا كبار في بعض. حبوا يقسموا الناس على بعض، بيحبوا يقسموا المجلس على بعض. ايه ده؟ حبوا
اقسم الاربعه على بعض. فقال قول له حاجه. قال اقول له ايه بقى؟ اقول له ان انا اخد مرات اخويا عريانه ادخلها بيتي؟ اقول له ان ابن اخويا اللي حامل اسمي اسم يعقوب واسرائيل عبد عندي؟ فين الكرامه؟ ده انا مع مين؟ ها؟ مع راحوا بقى للشله الثانيه اللي هي مين؟ ها؟ يا حزقية ابن ايه؟ ها؟ ابن شلوم وعماسه ما تشوفوا لهم حل. قال تعالوا نشوف له، تعالوا بس اقنعونا الاول احنا ينفع ازاي؟ ينفع ازاي؟ على فكره احنا عندنا خطايا. يعجبني جاب ابونا بولس في مغاغه، فكرني بابونا ايوب الارخن الكبير عندنا، كان في اسيوط عاش 106 سنه. اول ما ينسى افتقار ولا زياره ولا حد على طول ابونا بولس دايما يقول يا خطيتك يا بولس، ويخبط على راسه كده. عارفين الناس اللي عندهم لغه التائبين دي؟ فقالوا ازاي ندخل ناسنا كده عبيد عندنا؟ الخير اسمعوا، المكسب ده خساره واحنا ما ناخدش الخير. لا عايزين العبيد ولا العبيدات، لا عايزين الغنيمه دي. وقفوا الاربع رخنا قدام الشعب. عديد النبي قال الكلمه لكن ما قدرش يقنع مين؟ لكن رؤساء إفرايم الأربعة الأرخنة اللي في الكنيسة المعتبرين وقفوا. قال ده يدخل بالخراب السبي ده علينا، السبي ما مش عندنا. زعل الناس وماشوا. قال تعاملوا مع الأسر، عملوا نقولها بسرعة مع قول معايا نمرة واحد، قول معايا ها فين؟ يلا اللي بعديها، الآيات اللي بعديها بسرعة. 13 14 15 يلا ها. طب طلعوا من اول البسوهم. ها اول عملوا كسوهم، قولوا معايا بالاشارات، قولوا معايا كسوهم. لما تلاقي حد عريان قدامك ما تسيبوش عريان، استره. دايما الانسان العريان يبقى ايه؟ اول ما واحد تتكشف خطيتك ولا حاجه غلط هو عملها غير الكلام، ما تخافش حد مكسوف مصر. على فكرة فاكرين أبونا نوح لما طلع من الفلك عمل في كرمه وعنب وخمر وشرب وسكر وتعرى؟ الواد كان عام ابن حام الصغير، راح شاف عورة جده وجاب أبوه قال له تعال اتفرج على جده. فراح هو وابنه، راحوا يا سام يا حام تعال اتفرج. سام وحام مرضوش، جابوا توب ورجعوا بظهره مسطر أبوهم. فاج نوح راح لاعن اللي هزق واللي نظر العوره كنعان ملعون كنعان، وبارك مين؟ اللي سطر. هذا الجيل يراس اللعنه ويخزن لنفسه لعنات لانه عماله يعمل ايه؟ ها؟ يكشف ويفضح وللاسف يا خدام يا خدام. الخادم يستر لما تعرف حاجه غلط، استر. قعدت مرة قعدوني يعني خدوني جدني مجلس كده يعني راجل ومراته مختلفين وانا عارفين اللي هي دل عندهم، فقالوا نشو ناخد معنا حد علماني. عمالة يفضحها وعمالة تفضحه. المهم انهم في الاخر عملوا ايه؟ اصطلحوا. بس بقت مشكلتهم الكلام اللي قالوه على ايه؟ بتكشف مين؟ بركة عشان ما تروحش. احنا جيل لعنات. نمرة اتنين، مش بس كسوهم، ها عملوا ايه؟ ها قام الرجال المعينة اسمائهم. ممكن تشوفوا الاية ها؟ واخد البال طلعوا. اول حاجة ايه؟ كسوهم. تاني حاجة عمل ايه؟ حزوهم. حزوهم. ما كنتش فاهم. ربنا رحنا قرية كان فيها تعصب انا واحد الخدام، فالمهم ادونا علقة حلوة ضرب ضرب يا اختي وكسروا لي مناخيري ساعتها. واحنا ماشيين اصروا ما يمشوناش بعد ما تزللنا ليهم غير حافين، ماشينا سبع. بس الخدم معايا كان شاطر شوية، خلع كده فيست كان لابسه وقطعه وحطناه في رجلينا. رجلينا اتبهدلت. فهمنا حكاية بقى كانوا ليه يحفوا الناس في حكاية مثلا المذبحة الأرمينية دي، مشيهم حافين عشان يموتوا في السكك. لما تلاقي شريكك
عايز ياخد شغل وحدي، تقول انا هوقف له الخطوه بتاعته. بنت اتخطبت لولد وعنده مشكله شويه، على فكره هتفك ده وهتتخطب لواحد تاني ما عندوش مشاكل. ما عنده مشاكل، في واحده تحب تصعب الخطوات وفي واحده تسهل الايه. الشاطر اللي يحزي اخواته يخلي كسوهم، لا قولوا بالحركات كسوهم. ربنا يحاسب كل واحد على جنبه، كل واحد على جنبه. لو اللي جنبك ما قالش منهم الحركات صنف المعمى، قولوا معايا كسوهم، حزوهم، اطعموهم. جدي وكان الاله المدلل وسط الهه المصريين. كان عندنا 1500 اله، رع وامون وحابي وسمخت وكده. بس لما طلعوا شعب الله بره عبدوا العجل. ايه ابليس؟ اشمعنى العجل؟ الراجل يجي تعبان من الشغل ياكل حتتين اللحمه يحس جوه بقر، سموها الاله حتحور عشان اللبن والزبده والحاجات دي. هقول لك على حاجه، لما تلاقي اخوك تعبان ها جويه وجويه بانك تغذيه. لما الواحد ياكل بيعمل ايه؟ ها الضعيف اخوك وتشجعه وتخلي اختك مش ضعيفه. اللي جاي همدان وتعبان من مشاوير طويله محتاجين ايه؟ نجوي بعضنا بعض، مش نضعف بعضنا البعض. قولوا معايا ها كسوهم، حزوهم، اطعموهم. اعمل معروف، اعمل المعروف. انا ايوه، انا ايوه هنشف ريقه. الهي يا رب دعوه صعيد غلبان مجمع قدام مسبح من الملك في الدرجه. الهي يا رب شيخ ما يجعلك نشف ريق لاي حد. الهي يا رب يا شيخ لا حد ينشف ريقك ولا انت تنشف ريق ايه حد. حاجه بقت صعبه، ربنا يجعلك بلت ايه بالتريك. ده المسيح شبه نفسه بايه يا جماعه؟ الماء الحي. طب ينبوع الماء الحي بلج مرتك كل الناس. انا عندي جوزك جاب المراه تيجي عند مرتك ليه؟ بل ريق عيالك، بل ريق بعضك خدام وخادمه. قولوا معايا ها كسوهم، حزوهم، اطعموهم، ها اسقوهم. عملوا ايه كمان؟ دهنوا. ايش في جراح الاخرين؟ اشربهم. كان معاه الزيت، الزيت ما كانش فيه زيت مهدرج زمان، كله زيت طبيعي، زيت زيتون. انتوا العذراء الزيتون وبعدين يغمزوا فيه. اقول لك على حاجه، خلي طعامك الروحي لما بتاخد جسد الرب ودمه، لما بتسمع كلمه ربنا، لما بتاخد في الانجيل، حوله لشفاء لجراح الاخرين. صب على جراحه خمرا وايه الطعام ده. خلي طعامك الروحي، خلي طعامك الروحي شفاء لايه؟ للاخر. يلا معايا كسوهم، حزوهم، اطعموهم، اسقوهم، دهنوهم. التاني المعيين لازم يعمل ايه؟ احملوهم، احملوهم، حطوهم زي ما حطوا على دبته وهو اضطر يمشي، مش كده؟ شيخه وشيل اختك، احملوا بعضكم اثقال بعض، وهكذا تمنون موسى المسيح. اخر حاجه توبهم الى اخوتهم، ودي النفس المكان اللي ترتاح فيه. يا سبع ها حزوهم، اطعموهم، اسقوهم، دهنوهم، حملوا المعيين منهم، وعملوا ايه؟ اتوا بهم الى. تعرف ربنا لما شاف كده عمل ايه؟ كان السبي الاشوري معاده جه، أجلوا أيام أجلوا أيام فقح غاية أيام مين؟ غاية بعدها بحوالي 60 سنة. ارفع القضاء اللي على أخوك، حله عشان ربنا يعمل إيه؟
بحيلك واغفر لنا ذنوبنا كما بلاش الاخطاء. تقول لي ام مخطئ، مخطئ فعلا وانا برضو مخطئ عندي خطايا. طب انا عايز ربنا لما يلاقي خطايا يرحمني، ارحم انت الاول. تعرف ليه مش بنرحم؟ علشان ايه مش بنرحم؟ مفتاح الرحمة لينا ان احنا نرحم. طوبى للرحماء لانهم ايه. عشان كده بقول لكم اسماء لرب المهمين واطلبوا الرسالة. لكن مين اللي خلاهم ينفذوا الرسالة؟ الأرحنا. عشان كده ادي مطانية تاني قدام مذبح الملاك في العذر الزيتون امام مذبح الله. يا رب ما تحرم اجتماع الخدمة في الزيتون ولا كنيسة الزيتون من أخطاء يعرف يخلوا كلام النبول اللي جاي منه. يمكن واحد يقول كلام وما يقدرش يخلي الناس، لكن في أرخنا، أرخنا أباء، أرخنا خدام، أرخنا خادمات، أرخنا. يجعلك ربنا زي مين؟ زي عزاريا ابن يوحنان، ويجعلك زي براخيا ابن موت، ويجعلك حزقية ابن شلوم، ويخليك زي حماسة ابن حضولي. واحفظوا الأسامي واحفظوا معانيهم. الله يأجل ويرفع العقاب. واوعى تجيب المبررات أنا مش أحن. ده ربنا اللي هيحط حنانه جوه قلبك ويخليك انت، مش بيقولك واحد يشد وواحد يرخي، هو يشد ويحط الحنان بتاعه في قلبك وقلبك عشان تبقى انت الحلو. يبقى هو الشديد وانت الايه؟ وانت الحلو. اتفضل. مش عارف الحاجه المشتركه دي طول ما هي بتربطنا، فما اقدرش اسيب المكان اللي هو فيه. فانا ما ببقاش عارف اتصرف ازاي في حاجه. عندك خطين، خط اجتماعي نفسي وخط روحي. الخط الاجتماعي النفسي مش عيب وصح وكويس، يقول لك ايه ابتعد، ابعد عن شر له وغني له، ده مش خط نفسي، ده خط اجتماعي بس من اتجاه معين يعني. وشيل ده من ده، يرتاح ده عن ده. ولو عايز اقول لك اكتر يعني امثال بلدي، تعاليلنا الصعيد ونعلمها لك. الخط الاجتماعي وخط المشورة ابعد. الخط الروحي عايز مسيح يعني صليب. انا يعني عندي اسبوع البسخة بخدم اغلبية الاسبوع، والجمعة العظيمة بالذات احب اوعظ عن الصليب، بالذات الجمعة العظيمة طبعا. وعزت كتير الذبايح والفلك وتقديم اسحاق والنبوات بس يا رب عايز شيء كتير الناس تفهمه. المسيح معلق على الصليب، عمل خطيه؟ بر مصلوب ليه؟ عشان حب واحد عنده خطيه فاتحد بيه وخد خطاياه، عشان يبعد عنه ولا عشان يجربه ليه؟ الصليب، الصليب حمل اخطاء الاخرين، حمل نتيجه اخطاء الاخرين حبا فيه وقبلا مش ابعدا عنه. فاهم؟ ده اتجاه وده اتجاه. بس على فكره ده ممكن، ده صعب ولا سهل؟ صعب. لا انت بتقول صعب، انا هقولها لك بصراحه العباره باللغه الصعيد، ده ايوه مستحيل، مش هتقدر الا لو ربنا عملها فيك. يعني لو عزلت يبقى عمل مين؟ ها؟ مش عملك انت، ده عمل مين؟ الله. وقدامك سكتين اختار منهم، سكة نفسية اجتماعية وسكة ايه؟ روحية بحتة. انا بصراحة بحب الروحية، فيها ظلم على فكرة، فيها ظلم. والصليب ظلم اما هو فتزلل، ده الصليب وما حملش اخطائه المسيح، ده حمل ايه؟ ها؟ اخطاء. ومش عشان يبعدنا عنه عشان يعمل ايه؟ انت بتقول لي انا مش قادر، ما انت محبتك تحب قريبك وتبغض عدوك، لكن محبته هو احبه ايه؟ دي محبه مين؟ وكسر العداوه وصالح العدو. بس دي قصه كبيره، انا بقول يا رب اديني. انا على فكره مرات بفشل في كده، عشان ابقى صريح قدامك، ده اعترف قدامكم، انا مرات بفشل في كده، بس ما بلغيش الحته الروحيه. ماشي؟
لكن اذا حد قال لك على تدبير تاني مش غلط، لو مش قادر، لو مش قادر ابتعد. هتروح لواحد دكتور نفسي يقول لك خد مهدئ وغير جو، هتقعد مع واحد يقول لك ايه نفض له ده على البتاع ده، هتيجي للمسيح يقول لك اغفر له وسامحه وحبه لان المسيح بيحبه، وصل له محبه المسيح لغايه ما تربح. حللني ابي، حللني ابي. اليوم بنحتفل ب من اعطاه الله اسم اقرب تلميذ له، وانا يعني اول مره جيت وعصت وحبيت ابويا صلح لي 3 اخطاء، خفت منه اول مره بصراحه، اللي ما عندناش كذا هنا، ما عندناش كذا، وقطعني 3 مرات في الوعظة، فقلت له يا ابونا يعني حلني لو مش عايزنا تسمعني امشي، فاكرها. ومشيت من هنا بعيط، الخادم يتصل بيا ويقول احنا عايزينك تاني لان مواضيعك حلوه رغم انك بتهزر كتير وهزارك زياده. رباني انا يعني انا ابنه طبعا وافتخر بكده يعني، وقعدت اعيط بس دعاني تاني وقلت للخادم بصراحه انا مش هاجي، ابونا صعب قوي عندكم. لكن في تاني مره جيت استقبلني وحياني وقدمني، عارف اللي يضرب ويلاقي، وهو فنان بصراحة في المحبة بتاعته يعني. ومن ساعتها اتظبطت شوية، لسه أنا محتاج قلمين تاني كده عشان تعمل ايه في الصعيد الصعب. رأيت يوما بين أيام السنة، رأيت يوما سعيد وكأنه العيد، سألته لماذا أنت هكذا سعيد وكأنك العيد؟ أجابني أنا 23 يوليو. قلت له وما هو 23 يوليو؟ قال لي لم أكن هكذا قديما، فسنة 96 وسنة 86 وسنة 34 لم أكن هكذا، ولكن سنة 97 سطع نجم في سماء الكهنوت وخرجت بذرة في جنة فردوس الله وأنار الدنيا، ومن يومها صرت هكذا سعيد وكأني العيد. قلت له اللي حصل؟ قال لي اترسم الأستاذ مين؟ بشرى. أن يكون مين؟ يوحنا. الحقيقة من ساعتها اليوم ده قلت له انت معاك حق انك تبقى سعيد وكأنك عيد، لانك فعلا عيد. 27 سنة ابونا، 27 سنة عمل حاجات كتير. عايز اقول لكم اذا كان محمد فليقز والواو وقور ووديع والحا حنون حنون والنون نقي والالف امين، مش عارف اقول لكم ايه. رب اجيال في اجتماع الخدمه ورب اجيال في الخدمه، بيت الزيتون اللي كانت غير نشاطه في اخوه الرب، عامل له حته كنز فوق في السماء يعني، عماله يزود الكنز، يديني ربنا حتت كده من الكنز، غير خدمه الام دولاجي وغير خدمه الكورال غير الاعترافات وخدمة إخوة الرب. أبونا يوحنا غير طبعا الكتب بتاعت البطرك والمجلة بتاعت عبرة الزيتون، أبونا يوحنا بصراحة لا هقول لك حاجة بس لا هقول لك حاجة هقول لك أيوة أخير أخير حلو أي واحدة أخير أي واحدة أخير أخطيت معلش معلش. هو على فكرة قدسك مش مستفيد حاجة من كلامي، أنا اللي مستفيد. أقول لكم على حاجة، كل ده من كلامي بس. الاسم يحن على فكرة الله لابونا
لأن الاسم ده غالي، وأغلى تلميذ في التلاميذ اللي كان بيتكئ وغار منه بطرس كان يوحنا. وبكل أمانة المؤتمن على العذراء اللي ائتمنوا على أمه، والكلمة من سبع كلمات من على الصليب هذه إيه؟ نظر التلميذ الذي كان يحبه. الاسم ده أعطاه الله له، وكأنه يتنبأ عليه إنه هيكون مش بس واخد أمه العذراء وهيعمل له أمه، لكن كمان دي رؤية. على فكرة لما تقرأ إنجيل يوحنا يختلف عن الأناجيل، يعني في سبع معجزات ولا معجزة كتبها يوحنا موجودة في الأناجيل إلا إشباع الجموع واحدة بس، لكن كل ما كتب في يوحنا لم يكتب في الأناجيل الأخرى، وفي رسائل يوحنا لم يكتب في الرسالة، وسفر الرؤيا كلنا عارفين أنه مميز. بنطوب مش أبونا، احنا بنطوب أنفسنا بمين؟ بأن لنا أب، هنفتخر أن احنا أبناء، أتينا في زمن أبونا يوحنا يسا، وكلنا الله في الخدمة. أخطيت حلم أكيد الكلام ده عن حد تاني.